في شأن اللبنانيين، دلع حريق في المنطقة الحرة قرب المرفأ في بيروت الأمر الذي أثار حالة هلع واسعة بين اللبنانيين. وفيما لم تحدد السلطات الأسباب النهائية للحريق، أعلن الصليب الأحمر الدولي أن الحريق اندلع في مستودع يخزن فيه حصص غذائية، فيما تحدثت تقارير أخرى عن اختراق أو احتراق مستوعبات للزيوت وإطارات السيارات. من جهته قال الرئيس اللبناني ميشيل عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قال إن الحريق قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال. للكمامة مآرب أخرى في بيروت، مرة أخرى سحابة سوداء تغطي سماء العاصمة، حتى آثار الدمار لم تسلم من النيران. حريق آخر يلتهم ما تبقى من خراب. اشتعال مستوعبات زيوت وإطارات في المنطقة الحرة بالمرفأ كما أعلن زاد من صعوبة عمليات السيطرة. المياه تقاتل أرضا وجوا، والشوارع تغلق أمام الجميع. أسئلة الأسباب معلقة إلى حين. هو بلد كوارثه سريعة وتحقيقاته بطيئة. خوف آخر يأتي من المرفأ. فلت العالم لبرا من هون، لا تفوت لا جوا على الشوارع، ما سيارات ما في، حتى اللي كانوا عم يشتغلوا كلهم فلتوا. هذا شيء ما بعرف، يعني كأنه حدا عم يعملوا قصد، في شيء غلط ما معروف. آخرون في لبنان كأنهم أدمنوا أكسيد الإهمال. باتت يوميات في بيروت تؤرخ بين كارثة وأخرى. حالة الإهمال وين ما كان بالبلد، وين ما تبرم بأي دائرة بأي محل، ولو دكانة ولو أي شيء، فيه عبارة عن مؤسسة موجود فيه إهمال، موجود فيه فساد. في محيط المرفأ كتب للمهجرين ألا يكونوا شهودا على ألسنة اللهب. لم يعد في البيوت من يشاهد، ذاقوا مرا قبل شهر، وفي التشرد نجاة أحيانا. زيت آخر يصب على النيران في بيروت ليس مثلا شعبيا، إنما هي حقيقة واقعة. يبدو كأنه صراع بين الماء والنار وفي محيط المرفأ أيضا. مراد البطوشة، العربي، بيروت. لمتابعة الوضع هناك ينضم إلينا من بيروت، أو يبقى معنا من بيروت، مراسلنا مراد البطوش. مراد أهلا بك. بعد يوم طويل، هل استقرت السلطات اللبنانية لدى نقطة واحدة، حجة واحدة وسبب واحد لاندلاع هذا الحريق؟ نعم، حيث الموقع الذي نتواجد فيه الآن بدأت عربات الإطفاء بمغادرة المكان باستثناء عدد قليل منها لتولي عملية السيطرة على آخر رقعة، ربما ما زالت النيران تشتعل فيها، وإن كانت السحب السوداء ما زالت تغطي سماء بيروت. الصليب الأحمر تحدث على أن ما حدث اليوم قد طال معملا لزيوت نصف مليون لتر من الزيوت التي هي مخصصة للصليب الأحمر، إضافة إلى آلاف الطرود الغذائية، الأمر الذي قد سيعيق عمل تلك اللجان والجمعيات الخيرية. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن الحريق في جزئه الأول قد طال المساعدات الغذائية المقدمة للبنانيين. على صعيد آخر، قالت وزارة الأشغال العامة أنه تم السيطرة بالفعل على الحريق، وأنه يجري الآن تحقيق بإشراف الجيش اللبناني من خلال الشرطة العسكرية، وهو إشارة تلقاها من الإدعاء العام اللبناني. على الصعيد السياسي، وإن اختلفت جميع الروايات الآن، إلا أن ما يمكن أن يجمع عليه الطبقة السياسية في لبنان إلى ضرورة تحقيق شفاف ونزيه في مجريات هذا الحريق. المجلس الأعلى للدفاع الذي انتهى اجتماعه قبل قليل في مستهل، قال الرئيس ميشيل عون إنه يجب أن نصل إلى الحقائق، وقدم أسئلة أكثر مما قدم أجوبة، باعتبار أنه وضع خيار أن يكون أمرا مفتعلا وتخريبيا مقصودا، إضافة لأن الإهمال لم يستثنى من حديثه، لكنه شكل لجنة برئاسة وزارة الأشغال والأجهزة الأمنية، وأيضا من خلال إدارة المرفأ للتولي عملية
الإجراءات المتعلقة بالسلامة المهنية. إذن الآن في لبنان عاصفة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تراشق من قبل النخب السياسية التي تتحدث عن إهمال والجميع يتبرأ منها. بكل الأحوال ما حدث اليوم هو بعهدة رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب. نعم. وليس لمصطفى أديب الرئيس الذي من المرجح أن يعلن حكومته قادما، ليس له أي علاقة بها من خلال المساءلة أدبيا وقانونيا وأخلاقيا. رضا البطوش من بيروت، شكرا جزيلا لك.